لكم طبيبه تنحييوك على الشهاده اللي جستي بها والانتهاء او كاول طبيبه في الامس مليح. استاذه شنو هما الانتظارات، شنو انتظارات الساكنه من كطبيبه تتخرجي في المنطقه؟ سمعكم اولا معكم الدكتوره فاطمه بعين، خريجه كليه الطب والصيدله بمراكش، اول طبيبه تتخرج في جامعه مسمرين. ومن الخدمات اللي كتنتظرني هو تقديم الخدمات الطبيه والتوعويه للساكنه، منها تخفيف التنظيم مع حملات حساسيه، تنظيم قوافل الطبيه، مساهمه والمساعده مساعده الجمعيات تهتم بالمجال الصحي، توعيه المراه، مساهمه في توعيه المراه على خاصه عندنا مشكل ديال وفيات الحوامل، يعني خصنا التوعيه في هذا المجال بان خصهم متابعه وكيفاش خصهم يديروا، كيفاش انا مخصوم يدير تحاليل، يعني نحاول ما امكن بان الرساله اللي قريت والرساله اللي جات عليها باش ناخذها نوصلها للناس. عفاك شنو هو الميساج ديالك بالنسبه للفتيات اللي تيقراو في الجنوب الشرقي؟ الميساج ديال الفتيات في الجنوب الشرقي الثقه بالنفس والاستهان، ما كاينه شي حاجه طويله وما كاينه شي حاجه صعبه، اي واحد دار مجهوده والله غيعاونه ورضا كمانيتي. صعود الجبال يعيش ابدا الدار بين الحفر، خاصك دير مجهود باش تطلع الجبل، واي حاجه خاصها مجهود وخاص الثقه بالنفس. شكرا طبيبه، تنحيوك. شكرا.